احنا عندنا قطاع صحي للأسف يعني جرى عليه الزمن، وابتدينا تطوير القطاع الصحي مع الوقت ومرورا بتقديم خدمة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى. عايز أعرف من حضرتك في البداية كيفية حدوث التطوير للقطاعات الصحية المختلفة كمستشفيات وما يعني ما غيره من خدمات صحية وأماكن بتقدم الخدمات الصحية في خلال الفترة اللي فاتت، ونعطف منها على أو نعطف عليها كمان التأمين الصحي الشامل. هو في البداية بدأ تطوير الوحدات طب الأسرة ومراكز طب الأسرة والمستشفيات والمجمعات الطبية في بداية مشروع التأمين الصحي الشامل، والبداية ديت كانت من 2018 عند تدشين المشروع، وبدأ دوت عن طريق مسح شامل لكل المنشآت الطبية والصحية الموجودة في المحافظات، ومدى ملائمة هذه المنشآت من حيث البرامج الوظيفية ليها واتساعها لعدد السكان الموجودين في كل محافظة وطبيعتهم طبعا والخريطة الصحية إلى آخره. وبدأ يحصل تطوير شامل لهذه المنشآت ورفع كفاءتها أو إنشاء جديد لبعض هذه المنشآت. وكان محافظات المرحلة الأولى، وكانت البكورة هي محافظة بورسعيد، وتلاها بعد كده محافظة الأقصر ثم إسماعيلية، وفي الطريق إن شاء الله جنوب سيناء والسويس وأسوان. بيبدأ رفع المنشآت ديت بعد انتهاء التخطيط الصحي والطبي ليها عن طريق الشركات الوطنية المدنية اللي شغالة في جمهورية مصر العربية، ورفع كفاءة كامل بأحدث الأنظمة الموجودة وطبقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اللي هي إحدى الهيئات اللي تم تأسيسها برضو طبقا لقانون التأمين الصحي الشامل. بعد ما يتم رفع جودة هذه المنشآت، عندنا إدارات مختصة تانية لها علاقة بالموارد البشرية ورفع الكادر البشري وتدريبه إلى آخره. تبدأ هذه الإدارات قبل تدشين المنظومة بالفعل في المحافظة ديت برفع مهارات الكوادر الموجودة، ولو في عجز في القوى البشرية بتبدأ تسكنه، وأرضا في الإكويبمنت والتجهيزات الطبية بيبدأ تجهيزها بما يليق. مش بس بنقف عند كده، أي منشأ قبل ما يدخل المنظومة علشان ما يحصلش فيه زي المنشآت الطبية والصحية اللي كان بيحصل زمان، منشأ بيتطور وبعد عدد من السنين معينة المنشأ ده بيبدأ يحصل له انهيار في المرفق لأن ما فيش عمليات استدامة. المنشآت بيكون عمرها الافتراضي ما بين 50 ل 100 سنة على حسب المحافظة عليها. وما كانش المنشأ بيعيش سنتين ثلاثة لأن للأسف ما كانش في صيانة شاملة للمنشآت. يمكن حتى سيادة الرئيس في أحد الافتتاحات من حوالي فترة قال المنشآت اللي احنا بنعملها دي كلها لو ما حافظناش عليها وعملنا فيها صيانة المنشآت دي مش هتعيش معانا، المرفق هيبوظ. النهارده لو حصل في حائط اتساخ، لو حصل انهيار في 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 في, في, في مرفق سواء بقى أعمال صحية أعمال كهربائية إلى آخره. باشمهندس خليني أقول لك حاجة يعني المصريين بيشتكوا منها كانوا في فترات قبل كده بصراحة تامة، إن ما نقول هنطور مثلا مبنى كذا التابع للحكومة، المبنى يتقفل نرجع تاني نلاقي شوية جرانيت أسفلت قدام الباب، الحيطة مدهونة بس الشغل هو هو، شوية جرانيت وبويا. المصريين دي اتعودوا على فكرة التطوير يكون عامل كده، ايه المختلف يعني؟ هل التطوير اللي موجود دلوقتي زي المصريين ما اتعودوا عليه جرانيت وبويا وشوية خشب متلمع ومتنجر وحطينا قصريتين زرع، ولا في حاجة مختلفة بنقدمها في المنشآت؟ لا هو مختلف 180 درجة عن زمان. النهاردة معايير التطوير مختلفة عن زمان خالص. النهاردة بتدخل أي منشأ تلاقي فيه أنظمة بي إم إس كاملة. أنظمة البي إم إس دي بترشد استهلاك الكهرباء، بترشد استهلاك الكهروميكانيكال وبتتابع مستهلكاته. النهاردة أي منشأ بنطوره طبقا لمعايير الكود المصري الكامل لتطوير المستشفيات، بنطوره لمعايير جهار الانفكشن كنترول في المستشفيات، ودي حاجة مهمة جدا، ومكافحة العدوى سيركوليشن دخول وخروج المريض، دي حاجة مهمة جدا. فالمنشأ بيتطور تطوير شامل طبقا لمجموعة من المعايير كتير جدا اللي في النهاية بتوصلك لمنشأ بيعادل أفضل المعايير العالمية، لكن مش هو ده الأساس. حضرتك قلت وبعد ما يفتتح المنشأ نبص نلاقي المنشأ ده حسن الأرض، ده ما بقاش بيحصل دلوقتي. النهاردة أي منشأ عندنا سواء طبي أو صحي بنلاقي المنشأ دوت فيه من الدي 1 سواء شركة صيانة أو طقم عاملين من فنيين الصيانة عندنا مدربين على أعلى مستوى، من الدي 1 في المنشأ دوت تلاقي فيه عمليات صيانة وقائية بتحصل يوم بيوم دي باي دي للمنشأ، سواء في الحوائط سواء في الأرضيات سواء في النظافة سواء في توتال فاسيليتي مانجمنت.
وقياس بقى لترشيد استهلاك الكهرباء واستدامه العمليات وتغيير زيوت والشحوم والمولدات الى اخره. فانت هتلاقي على مدار الفتره ديت المنشات بتكون زي ما افتتحت في 1/1/2019 او 11/2019 لحين خروجها من الخدمه بعد انتهاء العمر الافتراضي ليها بعد 50 سنه، تحس انك داخل المنشأة لسه مفتوحه النهارده. وعندنا مستشفيات ينطبق عليها هذا المثال كتير، اللي هي المستشفيات اللي تم افتتاحها في مقره المشروع في محافظه بورسعيد. لو جيت بصيت على المستشفيات ديت ودخلتها في فتره الافتتاح ودخلتها النهارده هتشعر وكانها تم افتتاحها اليوم. فاذا مع مرور حوالي سنتين المنشآت عندنا محافظه على رونقها ومحافظه على الخدمه بتاعتها ونفس تاديه الخدمه. بالعكس ده احنا بنطور فيها كمان يوم عن يوم، التطوير الدوري الطبيعي بنشوف ايه اللي وصل في مجال التكنولوجيا وبنجيبه ونستقطبه وبنحاول نسبق الزمن زي انظمه البي ام اس المتكامله واداره المنشآت المتكامله. لو في شركات صيانه شامله للمنشآت ديت نقدر نجيبها وتستقطبها وعندها افكار اكتر بندخلها جوه المشروع. زي ما احنا شغالين دلوقتي على الذكاء الاصطناعي.